وكالعادة بنبدأ معاكم فقرات صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها استقبال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر السادس اللي بتنظمه المحكمة الدستورية المصرية. وقال سيادته أن مصر حريصة على دعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية في إطار سيادة الشرعية الدستورية، وبما يحقق التوازن بين حقوق وحريات المواطنين وبين مباشرة السلطات العامة لوظائفها. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر السادس الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، وذلك بحضور المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه المستشار الدكتور محمد النجار والمستشارة الدكتورة فاطمة الرزاز والمستشار الدكتور طارق شبل. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بالسادة رؤساء المحاكم الأفارقة، مؤكداً سيادته حرص مصر على دعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الإفريقية، وذلك في إطار سيادة الشرعية الدستورية، وبما يحقق التوازن بين حقوق وحريات المواطنين وبين مباشرة السلطات العامة لوظائفها. اسمحوا لي أرحب بكم جميعاً ضيوف كرام أعزاء على مصر. اسمحوا لي لكم من الاستمرار في انعقاد هذا الاجتماع، وزي ما بقول كده في الدورة السادسة بالقاهرة، يؤكد على وحدة الهدف والمصير المشترك بين شعوبنا التي تنحاز إلى قيم الحق والعدل، وتتطلع في يقين راسخ إلى تعميق مبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء واحترام الحقوق والحريات. وكمان اسمحوا لي أؤكد معاكم أن محاور اجتماعكم بتدور حول المواطنة وحقوق اللاجئين والمهاجرين وحماية الهوية الثقافية وحقوق الشعوب الإفريقية في مواردها الطبيعية المشتركة، وأيضا التنمية الاقتصادية من منظور اجتماعي، إنما هي سول مثلى لتحقيق مفهوم تنمية الشعوب الإفريقية، وأنني على ثقة من استمرار مسيرة نجاح هذا الاجتماع على نحو تؤكده نتائج أعمال اجتماعاتكم الخمسة السابقة. وشدد السيد الرئيس على أهمية الوعي الشعبي لتعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية بغرض تمكين الدول من التصدي بفاعلية للتحديات التي تهدد كيانها وأخطرها الفكر المتطرف، والتمييز بين المواطنين على أساس ديني أو عرقي أو طائفي، فضلاً عن صون أمنها واستقرارها. من جانبه أكد المستشار بولس فهمي أن رعاية السيد الرئيس للمؤتمر تعد شرفاً كبيراً، مثمناً حرص سيادته على ترسيخ وتعزيز الوعي بأهمية استقلال القضاء وتعزيز الدور الذي تطلع به المحاكم الدستورية في حماية مقدرات الدول وإرساء دعائم الديمقراطية ودفع التنمية، لا سيما في ظل نجاحها في إسراء المفاهيم القانونية والدستورية في المجتمع المصري. أضاف المتحدث الرسمي أن السادة المشاركين أعربوا عن تشرفهم بلقاء السيد الرئيس، مثمنين الدور الحيوي للمؤتمر في تعزيز التعاون القضائي بين المحاكم الدستورية الإفريقية، والذي تحول إلى تقليد سنوي هام على مستوى القارة، يعكس التوجه الثابت لمصر تجاه إفريقيا كنقطة ارتكاز لسياساتها. وقد شهد اللقاء حواراً مع السيد الرئيس شمل أهمية الموضوعات المطروحة على الساحة الإفريقية، خاصة فيما يتعلق بدور المحاكم الدستورية والعليا في الحفاظ على سيادة الدول، كما أعرب المشاركون عن تطلعهم للاستفادة من التجربة المصرية التي تعد نموذجاً لاحترام دولة القانون واستقلالية القضاء. كان في برضو مجموعة من الأخبار المهمة حصلت امبارح، كان أبرزها استكمال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لجولته التفقدية في مدينة شرم الشيخ علشان يتابع المشروعات والتجهيزات الخاصة باستضافة مصر لقمة COP27 للمناخ اللي هتعقد شهر نوفمبر اللي جاي. وزير الدفاع التقى أيضا قائد القيادة المركزية الأمريكية، وكمان كرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد. أخبار
أخبار وأحداث كتيرة حصلت امبارح، أهمها استكمال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لجولته التفقدية في شرم الشيخ لمتابعة تفاصيل مشروعات التطوير اللي بتتم دلوقتي والتجهيزات الخاصة باستضافة مصر للدورة 27 لقمة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 خلال شهر نوفمبر اللي جاي. رئيس الوزراء تفقد امبارح طريق السلام والممشى السياحي اللي بيعكس الهوية البصرية للمدينة بصفة عامة، وكمان تفقد مشروع الحديقة المركزية ومقر مجلس المدينة الجديد. برضو امبارح أجرى رئيس الوزراء جولة تفقدية لمشروع رفع كفاءات بحيرات الأكسدة ومسارات الطيور المهاجرة، وصعد رئيس الوزراء لأحد مراصد مشاهدة الطيور المهاجرة، وأشاد بهذا الإنجاز الكبير اللي بيمثل إضافة للمشروعات الحيوية اللي بتشكل مصدر جذب للسائحين خاصة المهتمين بالسياحة البيئية. كمان امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي مع مجموعة من المستثمرين السياحيين في شرم الشيخ، وخلال اللقاء تم استعراض مشروعات التطوير ورفع كفاءة المنشآت الفندقية في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة قمة المناخ COP27، وقال رئيس الوزراء إنه القمة بتعتبر فرصة حقيقية لزيادة أعداد السائحين الوافدين للمدينة خلال المرحلة المقبلة. امبارح برضو المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى الشائعات الخاصة برفع أسعار الدولار الجمركي، والمركز قال إن المنشورات المتداولة لا أساس لها من الصحة، وإن مصلحة الجمارك بتستخدم أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي المصري بشكل يومي. امبارح نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة على صفحته الرسمية على فيسبوك لقاء الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مع الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له اللي بيزور مصر حالياً. اللقاء تناول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والقضايا اللي بتمس المصالح المشتركة في ضوء مجالات التعاون العسكري وسبل دعمها بين الجانبين. برضه امبارح نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة اللي أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا للتقاعد في الأول من يوليو 2022. وقام الفريق أول محمد زكي بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، واللي صدق على منحه ليهم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وده تقديراً لجهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة. كمان امبارح نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة على صفحته الرسمية بيان حول تنظيم الكلية الفنية العسكرية اليوم العلمي لها، واللي تضمن إعلان نتيجة مسابقة الكلية الفنية العسكرية الدولية السادسة جائزة الفريق إبراهيم سليم للابتكار في الأنظمة غير المأهولة أرضية، بحرية، جوية وأقمار صناعية، واللي تم تنفيذها خلال الفترة من 3/8/2022. وكمان إعلان نتيجة مؤتمر الكلية الفنية العسكرية الدولي السادس للطلبة بمرحلة البكالوريوس واللي عقد في الفترة من 5/8/2022. زي ما تابعنا مع حضراتكم في هذا التقرير مجموعة من الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، أعتقد أنه من أهم الأخبار اللي استعرضناها مع حضراتكم زيارة الدكتور مصطفى مدبولي لشرم الشيخ، وأيضاً اطلاعه على المشروعات اللي بتتم حالياً للتحضيرات لمؤتمر طبعا المناخ COP27. يمكن فيه اهتمام كبير جدا 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 من مصر بهذا المنتدى، لانه زي ما احنا بنتكلم هو معني بشكل خلينا نقول حصري بقضية المناخ، القضية الأهم في العالم دلوقتي. مصر بالفعل هي دلوقتي مش هتبقى موجودة خلينا نقول بأجندة أو بمودلز لمشروعات أو لأفكار مشروعات أو نماذج، لا احنا هنبقى حاضرين بمشروعات موجودة بالفعل على أرض الواقع. بالفعل كانت مصر بتحضر مدينة شرم الشيخ إن هي تكون مدينة خضراء ومدينة ذكية. ده يعني ايه؟ يعني هتكون مدينه العربيات مثلا على سبيل المثال اللي فيها هتكون تعمل يا بالغاز يا بالكهرباء، وخلينا نقول على سبيل المثال يعني التاكسيات اللي هتكون موجوده هناك في 717 تاكسي تقريبا هو سيارات كهربائيه، ده غير كمان محطات الشحن الكهربائي اللي خلاص موجوده هناك، حتى في باصات كبيره موجوده هناك عشان نقل السائحين او الضيوف اللي بالمناسبه عددهم الراغبين في الحضور عددهم ضعف عدد الحضور في النسختين السابقتين COP26 وCOP25 او COP26 وCOP25، وده لو هيعكس شيء فهو بيعكس
ثقة العالم في قدرة مصر على تنظيم مثل هذه المؤتمرات والمنتديات والفعاليات الكبرى عندنا في مصر. ده غير كمان يا مصطفى منظومة كارت السائح الذكي، دي كمان نقطة مهمة جدا. يمكن احنا كان في السابق كنا بنعاني إلى حد كبير من فكرة خلينا نقول بيروقراطية أو كتر الخطوات اللي بنتبعها عشان نقدر نحافظ على أمن وأمان السائح. يعني احنا بالنسبة لنا الهدف الأسمى هو أمن وأمان السائح، كان بيتطبق إزاي؟ كان عندنا مشكلة في النقطة دي، فاحنا دلوقتي بصدد حلها، والبداية هتكون من شرم الشيخ عن طريق هذا الكارت الذكي. هيكون في كاميرات مثلا على سبيل المثال في وسائل النقل زي التاكسيات، هيكون فيها كاميرات صغيرة عشان تقدر تحافظ على أمن السائحين. في حاجات كتير جدا كمان يا مصطفى، ده غير الممشى السياحي صحيح. اللي هناك كمان تطوير خليج نعمة وحاجات كتير جدا. هو دكتور مصطفى مبدولي فعلا امبارح يعني راح عمل جولة كبيرة جدا وشاف عدد من البحيرات حتى اللي اتعملت، وتابع المتابعة البيئية أو تابع الموقف البيئي اللي حاصل في شرم الشيخ بأكمله. ربما جمهورنا اتكلمت على الشق السياحي، لكن كان فيه يعني أوجه كتيرة جدا لتناول دكتور مصطفى مدبولي. والجولة كانت على مدار يومين، كمان دخل فيه عدد كبير من الفنادق اللي هتستقبل السائحين. في جهد كبير جدا بيحصل في قصة مؤتمر المناخ اللي جاي، والعالم كله كمان مستني هذه النسخة عشان يشوف كيف يعني ستجهز مصر لمؤتمر عالمي بحضور عدد كبير من قمة من قادة دول العالم اللي هيجوا مخصوص لشرم الشيخ. كمان تطوير مطار شرم الشيخ الدولي بالزبط. يعني حصل فيه تطويرات كتيرة جدا، وبالمناسبة التطويرات اللي حصلت هي مش مجرد تطوير مؤقت، ده تطوير مستمر، لأنه مصر كمان بتسعى أنها تنشط السياحة بشكل أكبر خلال الفترة القادمة. فاللي بيحصل دلوقتي في شرم الشيخ هو بس مش هيكون مؤقت في فترة التحضير لكوب 27 أو كوب 27، لا ده مستمر، بالعكس كمان ده احنا هننتقل لباقي المدن الكبرى، المدن السياحية والمحافظات السياحية، عشان نقدر أن احنا نوصل يعني بمصر المكانة اللي هي تليق بيها. زي ما قلنا احنا عندنا أنواع سياحة كتير جدا، مصر بالفعل يجب أن تكون في مقدمة الدول السياحية، مش عشان احنا بنحب مصر وعايزين نشوفها في هذه المكانة، لكن يعني كمان هي بالفعل تستحق وعندها الإمكانيات اللي تؤهلها لده يا مصطفى. صحيح. على أي حال خلينا نروح لجولة المحافظات. معنا النهاردة مجموعة أيضا من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها استعدادات واحد سيوة لاستقبال الموسم السياحي الشتوي، ومنها أيضا تنفيذ 81 مشروع في قطاع الشباب والرياضة ضمن حياة كريمة في محافظة أسيوط، ومنها أيضا تفعيل خدمة وحدة التشخيص عن بعد في مستشفى الصدر في المينيا، وأخبار تانية كتير هنعرفها خلال هذا التقرير القادم. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من سيوة اللي بتستعد دلوقتي لاستقبال الموسم السياحي الشتوي اللي هيستمر لحد نهاية إبريل المقبل. وقال محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة إن الواحة بتتزين لاستقبال الموسم السياحي الجديد، وبيتم التعاون مع كل الجهات المعنية زي منطقة أثار سيوة وإدارة المحمية وقطاع الأثار الإسلامية للتجهيز للموسم السياحي. في الشرقية تم الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات خدمية وتنموية بقطاعات الصرف الصحي والأبنية التعليمية والكهرباء بمركز ومدينة الزقازيق بتكلفة 224 مليون و100 ألف جنيه. وقال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إنه خلال شهر سبتمبر الجاري هيتم افتتاح 42 مشروع في عدد من القطاعات بتكلفة 1,795,000,000 جنيه، وده في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي. في المينيا وافق المحافظ اللواء أسامة القاضي على النزول بمجموع القبول ببعض مدارس التعليم الثانوي العام للعام الدراسي 2022-2023 من 215 درجة لتصبح 212 درجة للقبول بالثانوي العام، وده لاستكمال الأعداد المطلوبة ونظراً لوجود أماكن شاغرة ببعض المدارس وتحقيقاً للمصلحة العامة للطلاب. في أسيوط ناقش المحافظ اللواء عصام سعد الموقف التنفيذي ل 81 مشروع بقطاع الشباب والرياضة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة أسيوط. في بورسعيد قال ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة إن عقوبة بيع الرز أعلى من السعر الرسمي بتتراوح ما بين 100 ألف جنيه لحد 5 مليون جنيه.
في البحيرة أعلن دكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة عن حصول مديرية الصحة والسكان على المركز الأول على مستوى الجمهورية في تحقيق أعلى درجات الإنجاز والجودة في المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الجراحية خلال شهر أغسطس اللي فات. في الإسكندرية تم افتتاح مشروع ترميم وتطوير جراج سانت كاترين بمنطقة المنشية بحي الجمرك بتكلفة 8 مليون جنيه. الجراج على مساحة 4300 متر بسعة إجمالية حوالي 200 سيارة. في الأقصر شهد اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر افتتاح أول عربة طعام متنقلة في المنطقة المعروفة باسم شارع مصر بمنطقة الجوليفيل، وده في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم مؤسسات الدولة لمشروعات الشباب. في المنيا تم تفعيل وحدة التشخيص عن بعد بمستشفى صدر المنيا، واللي بتهدف لتوفير الاستشارات الصحية من خلال تطبيقات التشخيص الطبي عن بعد بوحدات مركزية بالمستشفيات الجامعية. في الغربية أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة إجراء 22 عملية جراحية للحالات الأكثر احتياجاً، من بينها عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية والقسطرة الاستكشافية، وده ضمن مبادرة إنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية. يعني بمناسبة إن سيوة بتتحضر لموسم السياحي الشتوي، أنا بنصح حضراتكم جميعاً اللي يقدر فعلاً ياخد أجازة ويطلع على سيوة، يعني ما تترددش. سيوة فعلا حلوة جدا جدا جدا، وللأسف كتير مننا ما جربش ولا فكر حتى انه يروحها. روحوها على ضمانتي.